بعد عودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، فتح سوق المباركية أبوابه ولكن بحذر، إذ سمح فقط للدخول إلى المحال التي تندرج أنشطتها تحت قائمة المواد الغذائية، ويتم تنظيم عملية الدخول إلى السوق حسب الاشتراطات الصحية من لبس القفازات والكمامات، ويتم قياس درجة الحرارة قبل الدخول إلى السوق. إليكم التفاصيل. عاد سوق المباركية فتح أبوابه ولكن بحذر، حيث يتم تنظيم عملية الدخول إلى السوق حسب الاشتراطات الصحية من لبس القفازات والكمامات، ويتم قياس درجة الحرارة قبل الدخول إلى السوق. طبعا احنا كدورنا تنظيف السوق، اول شيء تنظيم البسطات من المواد الفواكه اللي تنزل لا تنزل على الأرض، ونظافة الأرضيات، هذه واحدة. والثانية طبعا الناس اللي احنا اللي بيدشون لازم ياخذون الحرارة والكمام والدس أساس يدشون، وقاعد ندخل أربعة يطلعون أربعة، أربعة ويطلعون أربعة، يعني ما قاعد نحاول إن نخلي لا تصير عن تجمعات هذه. الأسواق الموجودة هي فقط سوق الخضار واللحم وسوق السمك. الحمد لله والشكر، الشبرة متوفرة والخير إن شاء الله زايد، أو الحمد لله والشكر يا الله، كل أنواع موجودة تدي لها فضل والشكر. وشلون قعدت في الأقبال؟ والله الحمد لله والشكر، ما نشوف بس الخير. بصل، الأغراض، حوايج المطبخ بس. يعني مع مرور الوقت راح توفر، لأن تو السوق فاتح والاستيراد بدأ إن شاء الله، والأمور أنا أتصور أنها متجهة للأفضل إن شاء الله. الخضار والمواد الغذائية متوافرة والإقبال كان شديدا، ويحاول أصحاب البسطات والمحال التجارية توفير ما يلزم للمستهلكين، ومن جانبها تتابع البلدية تطبيق شروط السلامة ومدى التزام أصحاب البسطات بالاشتراطات الصحية من ارتداء الكمامات والقفازات واستمرارية تعقيم وتطهير المحل. فاطمة العميري للتلفزيون دولة الكويت.